كيف تمكن الكيان الإسرائيلي من سرقة طائرة ميغ 21 العراقية؟ لايك واشتراك وتعال لنكتشف. خلال فترة الستينيات كانت المقاتلة ميغ 21 السوفيتية من أكثر المقاتلات تقدما، واستخدمت إسرائيل كل الطرق من أجل الحصول عليها، بدءا بالإغواءات إلى حتى الاغتيالات. وقامت المخابرات الإسرائيلية بتحديد 4 طيارين عراقيين اعتقدت أنهم سيكونون أهدافا جيدة. ثم قامت عميلة مخابرات إسرائيلية بإغواء الطيارين واحدا تلو الآخر بعملية عرفت باسم مصيدة العسل. وقدمت المخابرات الإسرائيلية لهم عرضا للانشقاق، ولم يوافق الطيارين الثلاثة الأوائل، وتم تصفيتهم في ظروف غامضة. لكن الطيار الرابع المدعو منير جميل روفا وافق على إتمام العملية. وفي شهر أغسطس من عام 1966 تظاهر بتحليقه في مهمة روتينية على طول الحدود الأردنية قبل أن يدخل الحدود الإسرائيلية، وقام بإغلاق جهاز الراديو، وبعدها استقبلته مقاتلتان إسرائيليتان ليخلد اسمه خائنا إلى الأبد.